أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، نبدأ مع حضراتكم من مدينة نيويورك الأمريكية. سمح عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز برفع أذان الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة عبر مكبرة الصوت، وذكر آدم أنه وقع المرسوم استجابة لطلب الجالية المسلمة في الولاية. وأضاف آدمز: ستسمعون صوت الأذان لأول مرة عبر مكبرة الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية في المدينة. وأشار آدمز إلى أن الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات الأخرى، مؤكدا أن الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية. وأوضح آدمز أن رفع الأذان في المدينة هو تطبيق للقانون على الأرض، مؤكدا أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة بالمدينة. ولذلنا مع حضراتكم في الولايات المتحدة، ففي فلوريدا فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص في الولاية، وذلك بسبب إعصار إيداليا الذي ضرب ساحل الولاية، وبقي أكثر من 161 ألف من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء. أيضا أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعصير بأن إعصار إيداليا ضرب ساحل فلوريدا، وبحسب خبراء الأرصاد الجوية يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترا في الساعة. وقامت قوات البحرية الأمريكية بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إيداليا. وأوضحت نافي تايمز أنه سيتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم بالفعل إرسال السفن إلى موانئها مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية. ومن فلوريدا إلى لندن، اندلعت حالة من الغضب والفوضى في العاصمة البريطانية لندن بسبب رسوم سياسة خفض الانبعاثات على السيارات. وأيضا حث وزير النقل البريطاني مارك هاربر عمدة لندن صادق خان على تقديم فترة سماح لتطبيق سياسة يونس التي تنص على أن تكون العاصمة البريطانية منخفضة الانبعاثات. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم توسيع سياسة يونس لتشمل جميع أحياء لندن البالغ عددها 32 منطقة، حيث يضطر الناس بموجب تلك السياسة إلى دفع رسوم يومية قدرها 12.5 جنيها استرلينيا لقيادة المركبات الأكثر تلويسا في جميع أنحاء العاصمة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى وجود احتجاجات عنيفة مناهضة للسياسة أمام داونينج ستريت، وانتشرت مشاهد صادمة تظهر اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين بسبب التوسع الذي بموجبه سيجلب 2.5 مليون جنيه استرليني إضافية يوميا إلى الحكومة، ويجمع المليارات في السنوات المقبلة. ومن لندن إلى اليابان، تناول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وعدد من وزراء حكومته مأكولات بحرية مصدرها المياه الواقعة قبالة محافظة فوكوشيما، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن اجتماع الغداء يهدف إلى تبديد المخاوف بشأن أي تأثير سلبي محتمل للمياه التي يتم تصريفها من محطة فوكوشيما على صحة الإنسان. وقال أحد الوزراء للصحفيين عقب اجتماع الغداء: نحن بحاجة إلى إبلاغ الناس في الداخل والخارج على حد سواء بسلامة المأكولات البحرية التي يتم اصطيادها في البحر بالقرب من مجمع فوكوشيما النووي. ومن بولندا، فقد أعلنت السلطات الصحية في البلاد مصرع 16 شخصا جراء داء الفيراكات، فيما يتواجد 140 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض في المستشفيات. وأكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات بوجود جراثيم المرض في نظام أنابيب المياه، حيث تبحث السلطات عن مصدر التلوث الذي سبب حدوث الإصابات بأعداد غير مسبوقة، كما تحقق وكالة الأمن الداخلي في احتمالية نشر الجراثيم كعمل تخريبي. وتم تسجيل كافة الإصابات بالمرض التنفسي في منطقة بجنوب شرقي البلاد والتي تبعد 80 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، وتعد نقطة انتقال رئيسية للقوات الدولية الداعمة لأوكرانيا، ويتمركز فيها قرابة 10,000 جندي أمريكي. ويصنف مرض الفيلقات كعدوى في الرئة تأتي نتيجة استنشاق رذاذ الماء الملوث فقط، ولا ينتشر عن طريق مياه الشرب. مستمرين مع حضراتكم في جولات إخبارية جديدة من صالة التحرير اليوم السابع على مدار الساعة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كان معكم محمد جمال، وإلى اللقاء.